زي ما شفنا كده يا جماعة حاجة تفرح وتشرح القلب. يمكن احنا من اسبوع شفنا صور وفيديوهات على السوشيال ميديا انتشرت بشكل كبير جدا وفرحت كل الناس، خصوصا انه فريق مصري من جامعة حكومية يفوز بجائزة كاس العالم في مسابقة عالمية بكاليفورنيا للمبادرات الشبابية والعالمية إيناكتس. الفريق ده قدر يحصل على الجائزة دي من خلال مشروع وفكرة مهمة جدا بتدعم السيدات وللسيدات، هنعرف تفاصيلها كلها منهم. وقدروا يحصلوا على اللقب على 37 دولة، يعني دونا عن 37 دولة مصر وشباب مصر وفخر مصر هم اللي قدروا يحصلوا على كاس العالم في المبادرة والمشروع ده. هيعرفونا اكتر الموضوع ده من ضيوفنا اللي منورنا، فرح عصام عضو فريق إيناكتس بجامعة القاهرة، وهادي طارق عضو فريق إيناكتس برضو بجامعة القاهرة، منورنا. مبروك مبروك ومشرفنا دايما. يعني في البدايه كده حابه ان انا اعرف منكم ونعرف كمان الساده المشاهدين، الفكره اللي انتوا قدمتوها وفزتوا بيها في المسابقه دي كانت عباره عن ايه؟ مين حابب يبدا؟ ممكن فرح. يلا ليديز فيرست. واحنا دخلنا بروزي، روزي كان مشروع من 3 مشاريع احنا السنه دي في إيناكتس جامعه القاهره كنا شغالين عليهم. روزي احنا كنا بنعمل سانيتاري باتس فوط صحيه للستات في الاقاليم، عشان احنا كنا نزلنا وعملنا زي بنسال الستات ونعرف ايه مشاكلهم وكده، فلقينا ان الستات في الاقاليم ما بيستخدموش الفوط الصحيه بسبب ان هي ما بتوصل لهمش، ولو وصلت بتبقى سعرها غالي جدا على ست انها تقدر تشتريه. فاحنا عملنا سيرش وجبنا ماتيريالز وقعدنا نجرب واخدنا موافقه من وزاره الصحه ان احنا المنتج بتاعنا زيه زي الستاندردز اللي محطوطه. عملنا 3 تيستس والحمد لله المنتج بتاعنا عداها. بعديها نزلنا تاني للمكان اللي احنا كنا فيه، عملنا زي تيست كده نشوف الديزايربيلتي بتاعتهم للمنتج بتاعنا، الحمد لله كانت النتائج ان هم كلهم كانوا مبسوطين منه. فاحنا حاليا موجودين في 9 محافظات في 12 قريه، وكل قرية من دول مش بس بتخدم القرية، هي بتخدم القرية وكل القرى المجاورة والقرى اللي حواليها بالظبط، وبتقدم لهم المنتج بتاعنا. حلو قوي حلو قوي. طيب هادي، يعني بما ان انت او يعني فرح اتكلمت عن المشروع، عايز اعرف تفاصيل المشروع عشان ياخد الجائزة دي، وان انتوا تاخدوا كاس العالم في مشروع يمكن مميز جدا ويقدر يفيد السيدات بشكل صحي وفي نفس الوقت من الناحية المادية. فايه المختلف او ايه اللي يميز الفوط الصحيه دي؟ ماشي. هو الفوط الصحيه بتاعتنا المميز فيها اولا ان هي 70% ارخص من اي فوط ثانيه موجوده في السوق. ثانيا هي 100% اورجانيك، 100% صديقه للبيئه، على عكس الفوط اللي موجوده دلوقتي بيبقى فيها كيميكلز او بلاستيك او كده. احنا ما عندناش بلاستيك خالص، احنا بنستخدم الياف شجر الموز، هي الابزوربنت ماتيريال او اللي هي الماده اللي بتمتص في الفوط الصحيه بتاعتنا. بس اضافه لده طبعا ان احنا في إيناكتس عندنا شويه معايير كده بنمشي عليها، ان لازم يبقى المشروع بيفيد المجتمع. فاحنا مش بس بنعمل الفوطه دي، لا، هو الستات هي اللي بتعملها في الكرة وهي اللي بتقدمها للستات اللي حواليها. ده غير طبعا ان هي لازم تدخل لهم مصدر دخل كويس، لازم يبقى المشروع كله يعني يكون مفيد من جميع النواحي. بالظبط بالظبط. هايل. طب الفكره جات لكم ازاي؟ يعني ممكن ان انت تلاقي افكار تانية تخدم بيها المجتمع وفي نفس الوقت ممكن تكون مش مقتصره مثلا على السيدات بس، ان انت تقدر تفيد فئه اكبر، يعني الفكره دي جات لك منين؟ هو احنا اصلا في بدايه كل سنه بنبقى عايزين نعمل كذا مشروع، احنا ما بنعملش مشروع واحد كل سنه، بنعمل تقريبا من 3 لـ 5. اوكي. فبننزل في اماكن كتيره قوي نشوف ايه احتياجات الناس. فهو قابلنا في السكه واحنا بنشوف في الكره المصريه ايه مشاكل الستات او الناس عامه في الكره المصريه النائيه البعيده كده، ان هم ما بيوصلهمش الفوط الصحيه وبيستخدموا بدائل تانية بتسبب امراض طبعا كتير جدا. فابتدينا الموضوع بان احنا نرفع وعيهم، يعني قلنا في الاول هنرفع وعي الناس ان هم يستخدموا الفوط وكده، لان المشكله مش بس في الوعي، هو ان الحاجات هناك غاليه اصلا. عشان كده قررنا نعمل منتج لينا يعني. طيب فرح، عايز اعرف منك تفاصيل اكتر عن منظمه إيناكتس. هي منظمه طلابيه بتشجع الشباب ان هم يعملوا مشاريع وبيحصلوا في الاخر على جوائز لو الفكره دي كويسه ومفيده للمجتمع ومفيده للشباب. ممكن تكلمونا اكتر عن إيناكتس؟ تمام. هي إيناكتس هي منظمه غير هادفه للربح، هي موجوده في اكتر من 37 دوله حول العالم، موجوده في اكتر من 1000 جامعه في كل الدول حول العالم. في مصر اكتر من 50 جامعه فيها إيناكتس.
إناكتس هي في زي ستاندرد معينة ان احنا في المشاريع ان احنا بنعملها لازم بيبقى بيكسب الناس، لازم نبقى في فئة من المجتمع احنا بنحسن حياتهم، لازم يبقى البروجكت اللي احنا بنعمله ما بيضرش البيئة، واهم حاجة ان هو يبقى سستينبل، ان هو بعد ما احنا نسيبه المشروع يكمل. يفضل مكمل ويفضل الناس اللي احنا ساعدناهم مستفيدين منه. وهي بقى ليها ان بيبقى في زي مسابقة في كل، هي زي ما قلت لك هي موجوده في اكتر من دوله، فكل ده بتعمل مسابقه بتاعتها، واللي بيكسب في المسابقه المحليه بيطلع يمثل البلد بتاعته في مسابقه العالم. فاحنا السنه دي كسبنا الحمد لله الناشونال كومبيتيشن وطلعنا بره مثلنا مصر. حلو قوي. طب ازاي بقى توسعتوا بالفكره دي لاوغندا والسودان؟ احنا كنا عاملين اونلاين كوريكولم، عاملين فيه كل الحاجات الستابس اللي المفروض الناس يمشوا عليها. الاول تواصلنا مع جمعيات خيريه في السودان واوغندا وتاكدنا ان هم يقدروا يجيبوا الستات، وبعديها بقى بعتنا لهم الاونلاين كوريكولم ده جواه المفروض يعملوا ايه، الماتيريال بيجيبوها منين، مستخدمها ازاي، واحنا شارحين فيها كل الستابس المفروض يعملوها، حتى التعقيم شارحين لهم بيتعمل ازاي، وقلنا لهم برده على كل الستابس المفروض يمشوا عليها عشان ياخدوا الموافقات اللي هي زي وزاره الصحه بتاعتنا عشان يبقوا اكريديتد في البلد بتاعتهم. حاليا هم ماشيين فيها وبيبعتوا لنا دايما فيديوهات ليهم هم بيعملوا عشان نتاكد بنفسنا ان هم ماشيين على اللي احنا باعتينه وان الحاجه تحت الاسم بتاعكم صح؟ اه. يعني السودان واوغندا والمحافظات اللي هنا في مصر تفاعلت معاكم ومع المشروع ده بشكل ايجابي؟ يمكن يعني نقدر نقول ان كان في ردود فعل ايجابيه من السيدات. طبعا احنا الموضوع بقى توعوي اكتر. هو الناس طبعا اللي شغاله اصلا في الاول بتتبسط جدا بالموضوع، ان هم يعني مش بس شغالين عشان يكسبوا، لا بيقولوا فعلا ده هيفيد الناس اللي عندنا في القريه. فبيبقوا حابين جدا ان هم يشتغلوا عليه يعني. طب نزلتوا بعد كده القرى دي، قابلتوا السيدات اللي كانوا بيشتكوا من قله الفوط الصحيه او ان هي مش بتوصل لهم او ان هم ما عندهمش القدره الماديه ان هم يجيبوها، كان رد فعلهم ايه معاكم او قالوا لكم ايه؟ هو احنا بعد ما بنوزع الفوط الصحيه بنبتدي نوزعها في القرى ونشوف الستات ايه رايهم وكده، طبعا بننزل ونعمل سيرفي اللي هو بوست سيرفي بعد ما استخدموا الفوط، فالحمد لله النتيجه كانت ان 89% ساتسفايد من البرودكت بتاعنا. في الاول طبعا في بدايه المشوار خالص كان بيبقى فيه كومنتس على شويه حاجات في الديزاين في الباكجينج، فكنا بنغير ونعدل كتير لحد ما وصلنا ل 89%، يعني الناس مبسوطه الحمد لله. حلو قوي. طيب ممكن اسالكم عن طريقه صناعه الفوط الصحيه، هي بتبقى بشكل يدوي ولا بتبقى محتاجه مثلا مكان معين؟ لا احنا اللي احنا عملناهم، احنا عملنا 100,000 بات كلهم كانت صناعه يدوي. احنا حاليا شغالين ان احنا عايزين نجيب مكان عشان يعني حاليا طلب علينا زاد. بالظبط، عايزين نزود الانتاج بتاعنا عشان عايزين نتوسع، واحنا الهدف بتاعنا ان احنا نكفر كل القرى المصريه، مش في قريه محتاجه. فاحنا حاليا شغالين ان احنا عايزين نجيب الماشينز اللي احنا محتاجينها، بس الفتره اللي فاتت احنا كان كله شغال يدوي وكانت الدنيا سهله تماما. واحنا اما بنروح نعلم الستات بندي كل واحده فيهم جزء معين بس تبقى مسؤوله عليه الصناعه دي. بالظبط، كذا مثلا هتقص، كذا هتعمل كذا، فكل واحد فيهم بيبقى عارف هو مسؤول عن ايه، وما يخلص هيدي كذا عشان يعمل، فالحمد لله ما بياخدوش وقت خالص. طب انتوا اصلا كام واحد في الفريق وكل واحد تقريبا دوره ايه، بتعملوا ايه في إناكتس؟ احنا تقريبا 130 واحد. هي اورجانيزيشن كامله، فاحنا عندنا كل التيمز، عندنا ماركتنج واتش ار ومالتي ميديا، وعندنا اللي قايم على المشروع ده ال 130 شخص برضه. كلنا يعني هو كلنا في الاخر الدايركشن بتاعنا هو بروجكتس، فيعني كل ده بيعمل حاجات علشان بروجكتس، يعني ماركتنج مثلا بيشوف هنعمل ازاي براند نيم والحاجات دي للبروجكت. طب كان دورك ايه انت وفرح؟ انا بروجكت فايس بريزيدنت، بيبقى تحتينا بروجكت مانجرز اللي بيبقوا مسؤولين على المشروع، تحتيهم ممبرز يعني. اوكي. وفرح بروجكت فايس بريزيدنت برضه. اوكي. طيب كلموني عن احساسكم وانتم بتستلموا الجائزه من كاليفورنيا وكاس عالم، يعني انتوا شرفتونا ورفعتوا راسنا. احنا شفنا في الفيديو فرحتكم، احساسكم، ويمكن الاحساس ده كمان وصل لنا احنا كمان وفرحنا بيه قوي معاكم. كلميني يا فرح عن احساسكم انتوا كنتوا بتستلموا الجائزه ولما نادوا على اسمكم كده قالوا ايجيبت. هو الثلاث ثواني اللي في الفيديو ده اللي هي علامه قالت، هي ما عدتش علينا ثلاث ثواني تماما. انا اللي هو يعني قولي اللي هو ما بتفرج بلاقي ان الوقت قصير، بس هو ما عداش علينا قصير خالص. يعني فضلت لحد يعني انا بجري ورايحه انا مش مصدقه لحد ما مسكت الكاس، اللي هو ماشي خلاص تمام. صدقت، بس كان احساس لا يوصف. يعني انا مش بدل ان احنا مجهودنا
عمل حاجة ان احنا رفعنا اسم بلدنا وان احنا يعني رفعنا اسم إناكتس جامعة القاهرة عشان دي كانت اول مرة إناكتس جامعة القاهرة تاخد كاس العالم، فكنا مبسوطين جدا بالانجاز ده. الحمد لله كويس قوي. حلو قوي. هي دي المسابقة رقم كام اللي انتوا بتشاركوا فيها ولا دي كانت اول مسابقة؟ لا عالمية كجامعة القاهرة، هي دايما مصر الحمد لله بتشارك بس دي كانت رابع مرة لينا. اوكي حلو، الرابع اخدوا الجائزة. يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه، والله احنا فرحانين بيكم جدا. طب انتوا الموضوع ما حاولتوش مثلا، مشروع حلو جدا بس يمكن محتاج مستثمر او سبونسر راعي مثلا يساعدكم ان انتوا تطوروا الفكره دي، خصوصا ان هي مش لازم تبقى مقتصره على المحافظات بس، ما هي ممكن تبقى في المدن الكبيره زي القاهره واسكندريه وبورسعيد والمناطق اللي هي السكنيه وفيها اداريات كتير. ما بتفكروش تعملوا كده؟ هو يعني طبعا بفكر، هو الخطه بتاعتنا اللي جايه اكشلي ان احنا نوصل لكلاس A، بس ده طبعا محتاج مجهود كبير جدا ان احنا نغير شكل الباكجينج والديزاين والبرايسنج وكل حاجه. لا البرايسنج ليه بقى؟ هي الفكره في البرايسنج. لا علشان اقدر اوصل لكلاس A فهغير حاجات كتير في البرودكت هتخلي الكوست هتخلي التكلفه عاليه. بالظبط. بس طبعا احنا بندور على مستثمرين طبعا يساعدونا في الموضوع. هو في شركه كبيره يعني وصلت لنا بس هي عايزه تساعدنا في توزيع البرودكت في القرى الفقيره، بس لسه ما حدش يعني وصل لنا عشان نوصل لكلاس A. طبعا الموضوع محتاج بقى ممكن يبقى مصنع او حاجه زي كده، حاجه على يعني سكيل تتوسعوا يبقوا مثلا الموضوع يبقى بيغطي مصر كلها وغير السودان واوغندا كمان، انتوا ممكن تغطوا مصر يعني في العاصمه ده اهم كمان. طيب انتوا حاسين عامه انه الجائزه دي ممكن تكون فادتكم بايه او هتفيدكم بايه في المشروع ده او مشروعات ثانيه؟ ماشي. هو اولا يعني في ناس كتير طبعا بتقول اللي هو ايه ده انتوا كسبتوا فلوس مش عارف ايه، فالناس فاكره ان احنا اللي هناخد الفلوس دي. لا، هي الفلوس لإناكتس طبعا، احنا حتى اللي بنقرر كده، حتى يعني اللي هو لازم نديها علشان المشاريع السنين الجايه وروزي يكمل. فهي هتفيدنا كتير جدا طبعا في ان احنا نوسع اكتر ونجيب الماشينز اللي احنا كنا عايزين نجيبها، هي زي سيمي اوتوميتد ماشينز كده تساعد الستات تنتج اكتر. ده غير الاكسبوجر اللي احنا خدناه في ناس كتير قوي. بالظبط، انا بتكلم في نقطه غير انه الفلوس اللي جت ممكن تفيد المشروع ازاي، ولكن معنويا او حتى في الفكره، او ان انتوا لما تعرضوا المشروع بتاعكم على حد شايفين انه الجائزه دي هتدعم موقفكم اكتر او هتدعم فكركم اكتر؟ اكيد اكيد. هو اصلا احنا اول لما كسبنا ناس كتيره من بلاد من الحكام اللي كانوا قاعدين جم وقالوا لنا احنا عايزين مثلا المشروع بتاعكم ده يطبق في الهند، فعايزين نتواصل معاكم عشان نكمل. فموضوع ادانا كده يعني الناس عرفتنا اكتر، وناس كتيره بقت بتكلمنا من بلاد كتيره، الهند واثيوبيا وحاجات كتيره كده. فالموضوع بصراحه يعني حلو قوي. حتى احدى الجادجز كان هو من امريكا وقال لنا ان هو عايز يمبلمنته في امريكا. طيب احنا سمعنا برضو ان انتوا عملتوا مشروع للحد من النفايات بمعدل 8 طن في السنه، ده ليه علاقه بإناكتس برضو؟ إناكتس جامعة. ممكن تكلميني عن تفاصيل المشروع ده؟ اوكي. هو احنا زي ما هادي كان بيقول احنا اول السنه برضو بنبدا باكتر من بروجكت، فده كان تاني مشروع شغالين عليه السنه دي. كان هدفنا ان احنا لقينا ان المخلفات الالكترونيه في مصر ما بتتعاملش معامله المفروض تتعامل بيها، وانه بينتج عليها تلوثات كتيره للبيئه وتلوثات بصحه الانسان اصلا اللي بيعمل كده وللناس اللي حواليه. فكان هدفنا ان احنا نوعي الناس عن طريقه التخلص الصح، انك لو انت عندك حاجه اديها لنا، واحنا تعاوننا مع وزاره البيئه وعرفنا الشركات كمان اللي هي يعني مرخصه من وزاره البيئه انها تعمل اعاده التدوير، لان المخلفات الالكترونيه زيها زي المخلفات الطبيه في الخطوره. فكنا لازم نروح لناس مرخصه، كنا لو الحاجه بايظه بنوديها هناك بتعمل لها اعاده تدوير، بنطلع منها معادن نادره زي الذهب والبلاديوم والبلاتينيوم والسيلفر. وساعدنا برضو، كنا بنحاول نساعد المصنع في ان لو في حاجه هو مش عارف يطلعها او مش عارف يستخدمها بنعمل له ريسيرش ممكن يعمل فيها ايه. تاني جزء لو الحاجة شغالة وممكن نستفيد منها، كنا بنحاول نساعد طلاب الفنيين ان هم يشتغلوا عليها، نوفر لهم فرص عمل ان هم يشتغلوا عليها ويصلحوها. وكنا يا بنبيعها يا عملنا معمل في مدرسة في الجيزة، معمل من الكمبيوترز للطلاب هناك. حلو قوي. في مشروعات تانية عملتوها غير المشروعين دول اللي هو اللي انتوا اخدتوا عنه جايزة او مشروع النفايات؟ السنه دي عملنا مشروع ثالث عن شجره المورينجا، هي شجره
في ناس كتير ما تعرفهاش، بس هو كان في مشكله في الفلاحين في مصر ان هم ما بيعرفوش يبيعوا المنتج بتاعها قوي. فاحنا عملنا كونكشن ما بين الناس دي وما بين المصانع اللي ممكن تعمل برودكتس من المورينجا. ابتدينا نعمل منها زيوت واعشاب وصدرناه لالمانيا وادينا بعنا حاجات في دهب في محلات كتير. حلو قوي. بس ده السنه دي طبعا بنعمل مشاريع كل سنه مختلفه وجديده، يعني في حاجات حلو. انا عايز اعرف انتوا في كليات ايه؟ انا في حسابات ومعلومات بس انا اتخرجت. اوكي. وانا في تجاره في رابعه. حلو قوي. يعني انا عايز ارجع بيهم كده لاول ما قررتوا ان انتوا تشاركوا اساسا في النشاط ده في الجامعه. تخشوا على طول بقى. ليه؟ يعني الواحد اساسا بيبقى داخل الجامعه اللي هو يعني يا دوب بالعافيه انا مش عايز اذاكر ولا هلحق اذاكر والسكشنز والحاجات دي كلها، فانتوا قررتوا كمان ان انتوا تتطوعوا في نشاط طلابي. ليه؟ هو يعني انا كفرح انا كنت حابه اللي إنكتس بتعمله من قبل ما ادخل. انا دخلت إنكتس وانا في سنه تانية. عشان انا كنت ببليف ان هي إنكتس مش زي اي ستودنت اكتيفيتي. انا يعني اما بروح إنكتس انا بعمل حاجه بتفيد المجتمع وبتساعد فيه كمان، هي مش حاجه تشاريتي، انا مش بديهم حاجه، انا بعمل حاجه على اللونج تيرم هيفضلوا الناس اللي انا بساعدهم دي مستفيدين منها. بالزبط. مش هيستفيدوا وقت وخلاص. حلو قوي. الناس اللي هيستفيدوا، طيب انتوا بقى ازاي تضمنوا استمراريه مشاريعكم، خصوصا ان في ناس اتخرجت وفي ناس لسه بتدرس، ازاي تقدروا يعني تحافظوا على التواصل ما بينكم وفي نفس الوقت تفضلوا محافظين على استمراريه المشاريع بتاعتكم انها تنجح وتكبر تسمع؟ اوكي. هو اصلا اي حد بيخرج من إنكتس غالبا من كتر ما هو بيحب المكان او كده بيرجع لها تاني. بنفضل مكملين كالمناي، يعني اللي هو بنيجي ميتنجز كده اللي هو بنبتدي نساعد. فاحنا يعني عندنا الالمناي بورد اصلا بيفضل موجود ومكمل بيساعد في كل البروجكتس اللي بتفضل موجوده. فده غير ان المشروع يبقى مستدام، دي من معايير اصلا لإنكتس بتحطها عشان نكسب الكومبيتيشن اصلا. بالتوفيق والله. يعني منورنا دايما كده يا رب في مصر. وان شاء الله يعني نستنى بقى الاجيال اللي بعد كده برضو في نكس يكونوا عاملين مشروعات وحاجات مختلفه تقدر ان هي تفيد المجتمع. فرح وطارق هادي طارق نورتونا جدا، بشكركم. شكرا. وكده خلصت حلقتنا ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. باي باي.